أهلاً وسهلاً أطفالي الأحباء، اليوم قصة جديدة نتعلم منها شيئاً جديداً. مني أنا سولاف. كان عبود يلعب الكرة بالفناء الخارجي للبيت عندما نادت عليه أمه: عبود يا عبود، تعال ادخل من الشمس، يكفي لعباً يا ولدي. دخل عبود يقول: أمي اتركيني ألعب قليلاً. قالت أمه بحزم: يكفي لعباً يا عبود، هيا اذهب واغسل وجهك واستعد لتناول طعام الغداء. ذهب عبود إلى الحمام يقول: كنت أريد اللعب أكثر. بعد قليل عاد لتناول طعام الغداء، جلس وراح يهز قدميه. قالت الأم: عبود، هناك آداب لتناول الطعام، لا تهز قدميك واحرص على تناول طعامك بهدوء وفمك مغلق. قال عبود: أمي، إنك توجهين نصائحك لي دائماً، لقد كبرت، يمكنني معرفة الخطأ من الصواب وحدي. قالت أمه: ما زلت صغيراً يا عبود، وأمامك الكثير لتتعلمه يا ولدي، اصبر. لم يعجب الكلام عبود، فبدا على وجهه عدم الرضا. بعد ذلك بقليل نادى عبود: أمي، أمي، سأخرج مع صديقي. جاءت أمه وسألته: مع من ستخرج يا عبود؟ قال: مع صديقي عزوز. قالت والدته: حسناً، أحضر لي معك هذه الطلبات. قالت أمه: إن لم تشتري لنا الطلبات لن أتمكن من طبخ الطعام. ها؟ أخذ عبود القائمة. قالت أمه: أيضاً حافظ على سلامتك في الطريق يا عبود، وتوخى الحذر من السيارات. رد عبود فرحاً: حسناً يا أمي. بعد قليل كان عبود يجلس أمام التلفاز وصوته عال جداً. نادت الأم: عبود يا عبود، اخفض صوت التلفاز، أخوك سينام يا ولدي. أمسك عبود الريموت كنترول واعتذر من والدته وقال: حسناً. أغلق التلفاز وذهب إلى حجرته ليستريح. مرت أمه أمام الحجرة وقالت: عبود، رتب حجرتك واجمع ألعابك المبعثرة، ولا تنسى تنظيف أسنانك قبل النوم يا ولدي. قال عبود: ياه، لقد نسيت يا أمي، أعتذر منك، كل نصائحك صحيحة ويجب علي الالتزام بها والتعلم منها. قالت أمه: إنني أنصحك خوفاً عليك يا حبيبي، الأم تفعل ذلك لمصلحة أولادها. في الصباح استيقظ عبود وحيا أمه، ثم جلس إلى المائدة وبدأ يتناول طعام فطوره. قال عبود: أمي، لدي مباراة مهمة مع أصحابي اليوم، وسنتدرب لأجلها من الآن، وسأذهب إليهم فوراً. لم يأكل إلا القليل جداً. قالت أمه: إنك لا تريد أن أنصحك، أرجو يا ولدي أن تفوز أنت وأصحابك بالمباراة اليوم. لوح عبود بيده وهو يجري إلى موعده. في المباراة شعر عبود بمرور الوقت أنه مرهق ويشعر بالوهن، وأحس أن أداءه ضعيف ولياقته أيضاً. قال أصدقاؤه: ما هذا يا عبود؟ إنك لا تتمتع بالحيوية اليوم. قال عبود وهو يشعر بالإحراج الشديد والحزن: آسف، لم أستمع إلى نصيحة أمي، لذلك لم أتناول طعام فطوري بشكل جيد هذا الصباح. سمع عبود صوت أمه يقول: لقد جئتك بإفطارك معي يا عبود، كنت أراقبك طوال الوقت وأعرف أنك لم تتناول وجبتك بشكل جيد، وستشعر بالتعب بسرعة مع التمارين، ها هو يا ولدي إفطارك الجيد. جرى عبود وحضن أمه أمام زملائه وقال: آسف يا أمي، نصائحك غالية جداً ومهمة أيضاً، سأصغي إليها دائماً. قالت أمه: أسامحك دائماً يا عبود، هيا تناول طعام إفطارك لتكمل تدريباتك المهمة في المباراة. كان عبود يلعب بنشاط وقوة ومهارة، وأمه تصفق له وتشجعه حتى أحرز هدفاً، فهتفت أمه فرحاً. قال عبود وهو يحمل الكأس: لولا نصائح أمي
ما حققت نجاحاً في حياتي. أحبك يا أمي.